في لهجته المعهودة قال الرقيب ويزرول لرئيسه المفتش كرادوك الذي كان مكبًا على دراسة التقرير المقدم إليه عن دليل النفي الذي قرر به هارولد كراكنثورب فيما أدلى به من أقوال عن تحركاته يوم 20 ديسمبر. لا يمكن أن يعد هذا الدليل قاطعًا. لقد لوحظ وجوده بقاعة سويتي في حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، ويقال أنه غادرها بعد قليل، ولم يتعرف أحد على صورته الفوتوغرافية من عمال قاعة شاي راسل أو المترددين عليها. ويمكن تعليل هذا بازدحام القاعة في مثل هذه الساعة، علاوة على أنه ليس من عملائها الدائمين. وأيد خادمه الخاص ما قاله عن عودته إلى المنزل لارتداء ثياب السهرة استعدادا لمأدبة العشاء، غير أنه قال بأن ذلك كان في الساعة 7:45، مع العلم بأن ميعاد الحفل كان في الساعة 7:30. ولا يذكر الخادم شيئا عن عودته في المساء لأنه يأوي إلى فراشه في ساعة مبكرة. وعقب المفتش على ما ورد بالتقرير: إنه تقرير سلبي. فرد ويزر قائلا: ولقد علمت بأنه انصرف من المأدبة قبل نهاية ما ألقي من كلمات. وماذا عن المعلومات المستقاة من محطات السكك الحديدية؟ لا شيء، لقد قمنا بتحرياتنا في محطتي براكهامبتون وبادينغتون، ولا يمكن لأحد أن يذكر من التحركات ما انقضى عليه أحد ولا يمكن لأحد أن يذكر من التحركات ما انقضى عليه حوالي 4 أسابيع. وزفر كرادوك زفرة حادة ومد يده يلتقط التقرير الخاص بسيدريك. وكان ما ورد بهذا التقرير شأنه في ذلك شأن التقرير الأول يقف موقفا سلبيا مما أدلى به سيدريك من وقائع. وإن كان أحد سائقي السيارات الأجرة قد قرر بصورة غير قاطعة أنه توجه براكب إلى بادينغتون بعد ظهر ذلك اليوم، قد تنطبق أوصافه على سيدريك، وأنه ليذكر هذا اليوم بالذات لأنه ربح في السباق مبلغا مجزيا، وقد سمع بفوز الجواد في الراديو بعد أن غادر الراكب السيارة. وقدم ويزرول إلى المفتش تقريرا وهو يقول: وهذا هو التقرير الخاص بألفريد. وكانت نبرات صوته مغايرة خافتة مما حدا بكرادوك أن يرمقه بنظرة حادة. وكان ويزرول يبدو في مظهر الرجل الذي احتفظ بالمفاجأة الطيبة لآخر لحظة، وكان التقرير في أساسه غير مقنع. فقد كان ألفريد يقيم بمفرده في مسكنه، لا يتبع نظاما خاصا في حياته، ولم يكن جيرانه من الفضوليين، وكانوا جميعا من العاملين الذين يقضون نهارهم خارج منازلهم. وما أن بلغ كرادوك من اطلاعه على التقرير قرابة نهايته حتى وجد ويزرول يشير بإصبعه إلى الفقرة الأخيرة منه. فقد كان الرقيب ليكي الذي عهد إليه بالتحري في قضية السرقات في بعض سيارات النقل موجودا للمراقبة بطريق بادينغتون براكهامبتون، حيث شاهد ألفريد جالسا إلى المائدة المجاورة مع تشيك إيفانز أحد أفراد عصابة ديكي روجرز. وكان يعرف ألفريد الذي سبق أن أدلى بشهادته في قضية ديكي روجرز، وكان هذا مدعاة لأن يتساءل عما يديره الرجلان معا. وكانت الساعة 9:30 من يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، وبعد بضع دقائق استقل ألفريد كراكنثور بسيارة ركاب في الطريق إلى براكهامبتون. وقرر ويليام بيكر محصل تذاكر براكهامبتون أنه قرض تذكرة لسيد عرف فيه أحد إخوة كراكنثورب، وذلك قبل رحيل القطار الساعة 11:55 إلى بادينغتون، وهو يذكر هذا اليوم بالذات لما ذاع حينئذ من قصة السيدة العجوز التي أقسمت أنها شاهدت مقتل فتاة في إحدى قطارات بعد الظهر. وقال المفتش وهو يضع التقرير جانبا: ألفريد، يا للعجب. فقال الرقيب ويزرول: إن هذا التقرير يضيق الخناق علي. وأومأ كرادوك برأسه موافقا:
أجل، فقد كان في وسع ألفريد أن يستقل قطار الساعة 4:32 إلى بركهامبتون حيث يرتكب جريمته في الطريق إليها، ثم كان في وسعه أن يتوجه إلى لود أوف بريكز بسيارة الركاب ويغادرها في الساعة 9:30 حيث شاهده الرقيب ليكي إلى روزفورد هول حيث يقوم بنقل الجثة إلى التابوت، ثم يقفل راجعا إلى بركهامبتون ليستقل قطار الساعة 11:55 إلى لندن. وردد كرادوك قوله: ألفريد. كان هناك اجتماع لأسرة كراكنثورب بقصر رودفورد هول، وكان كل من هارولد وألفريد قد قدم من لندن، وسرعان ما ارتفعت الأصوات واحتد النقاش، وقامت لوسي بإعداد كؤوس الكوكتيل التي حملتها إلى المكتبة. كانت أصوات أعضاء الأسرة واضحة في البهو، تبينت لوسي منها أن إيما كانت هدفا لهذه الأصوات المحتدة والحاملة عليها. وسمعت هارولد يقول غاضبا: لقد جانبت الصواب، إنني لا أستطيع تكييف ما ارتكب من خطأ، فكيف بمبلغ قصر نظرك وحنقك إلى هذا الحد؟ فما لم تسرعي بتلك الرسالة إلى سكوتلاند يارد؟ وانضم إليه ألفريد قائلا: لا بد أنك فقدت صوابك. وقطعهما سيدريك معنفا: هونا عليكما ولا تحملا عليها هكذا، إنما فعلته مضى وكان، إنما أقدمت عليه كان خيرا مما إذا اتضح فيما بعد أن الجثة لمارتن وأننا قد التزمنا جانب الصمت وأنقرنا وجودها. فقال له هارولد غاضبا: وماذا يعنيك من كل ما جرى؟ لقد كنت في الخارج في يوم 20 ديسمبر الذي يبدو أنه محور تحرياتهم، ولحسن الحظ أنني استطعت أن أحدد تحركاتي في هذا اليوم. ويعقب ألفريد قائلا: وأنا واثق من استطاعتك هذا، إنك الرجل القادر على تدبير كل شيء بإحكام إذا ما اعتزمت ارتكاب جريمة قتل. أفهم من هذا أنك سيء الحظ؟ هذا خير من التقدم للشرطة بدليل محكم التدبير ثم يتضح فيما بعد بأنه لم يكن بالصورة التي قدم بها. إن رجال الشرطة أكثر براعة من أن يخدعوا. هل يفهم من حديثك أنك تلمح بأنني قتلت؟ فصاحت إيما فيهم: بحق السماء، هل توقفتم عن هذا العبث؟ إن أحد منكم لم يقتل هذه الفتاة قطعا. وانبرى سيدريك يقول: ولمعلوماتكم الخاصة أصارحكم جميعا بأنني لم أكن في الخارج يوم 20 ديسمبر، والشرطة تعرف ذلك، وبناء على هذا فقد أصبحنا جميعا موضع الشك. فقال هارولد: لو لم تفعل إيما ما فعلته. هارولد، هل ستعود لما بدأته؟ وخرج الدكتور كيمبر من غرفة المكتب حيث كان مختليا بكراكنثورب الشيخ، ووقع نظره على كؤوس الكوكتيل التي تحملها لوسي، فقال لها: ماذا أرى؟ ما هي المناسبة؟ إنه كالزيت يلقى به فوق المياه الصاخبة، إنهم في مناقشة حادة. أيكيلون الاتهامات لبعضهم بعضا؟ إن الحملة موجهة ضد إيما. فقال الطبيب: حقا. وتناول الكؤوس من يد لوسي وفتح باب المكتبة قائلا: أسعدتم مساء. فبادره هارولد قائلا في لهجة ثائرة: دكتور كيمبر، إن لي معك كلمة، بودي أن أعرف بأي حق تتدخل في شأن من شؤون الأسرة الخاصة وتنصح شقيقتي بالاتصال بسكوتلاند يارد بشأنه. فأجابه الطبيب بهدوء: لقد سألتني ميس كراكنثورب المشورة ولم أبخل عليها بها، وفي رأيي أنها أحسنت صنعا. وهل بلغت بك الجرأة؟ أيتها الفتاة. وكان النداء صادرا عن ميستر كراكنثورب الشيخ الذي كان يطل من باب غرفة مكتبه. فاستدارت لوسي قائلة: نعم يا سيدي. ماذا أعددت لطعام العشاء؟ أريد صحنا من الكاري، لقد نسيت أن تقدميه لنا. إن الصبيين لا يحبان الكاري.
الصبيان الصبيان، إنني من يحب أن تستجاب طلباته، ومهما يكن من أمر فقد رحل الصبيان. أريد طبقا ساخنا من الكاري، هل سمعت؟ فليكن يا سيدي، سيكون لك ما تريد. إنك فتاة طيعة، على كل منا أن يرعى جانب الآخر. وعادت لوسي إلى المطبخ وبدأت تعد الكاري، وسمعت صفق الباب الأمامي، فأطلت من النافذة لترى الدكتور كيمبر ينصرف غاضبا إلى سيارته وينطلق بها، وراحت تعد طعام العشاء للأسرة. كانت الساعة 3 صباحا حينما عاد الدكتور كيمبر بسيارته إلى الكراج وأغلق بابه ودخل منزله متعبا مجهدا. لقد رزقت ميسيس سيمبكنز بتوأمين علاوة على عدد أفراد الأسرة الحالي البالغ 8، وتلقى مستر سيمبكنز النبأ في هدوء، ولكنه لم يخف امتعاضه من هذا العبء المضاعف. وارتقى الدكتور كيمبر الدرج إلى غرفة نومه وبدأ يخلع ثيابه وألقى نظرة على ساعته، إنها 3:05. لقد صادف عناء كبيرا لينقذ حياة الوالدة والمولودين، وتثاءب، إنه متعب، جد متعب. ووقف يتلهف إلى الاستلقاء في فراشه، ثم سمع رنين التليفون، فالتقط الطبيب السماعة وهو حانق. دكتور كيمبر. أجل. إنني لوسي من راذرفورد هول، أرى أنه من الخير أن تحضر، يبدو أن جميعهم تعرضوا لمرض مفاجئ. كيف؟ وما هي الأعراض؟ وشرحتها لوسي تفصيلا، فقال لها: سأوافيك فورا، وزودها ببعض التوجيهات الدقيقة. وعاد يرتدي ثيابه وألقى ببعض الأدوية والمعدات الطبية في حقيبته وأسرع إلى سيارته. وبعد 3 ساعات كان الطبيب ولوسي يجلسان إلى مائدة المطبخ، وقد نال منهما التعب والإجهاد ليشرب قدحين من القهوة السادة. وبعد أن أفرغ الطبيب كيمبر محتويات قدحه في جوفه أعاده فوق المائدة، ثم قال: لقد كنت في حاجة ماسة إلى شيء من هذا القبيل، والآن يا ميس إلزبارو فلنحاول أن نجلد الموقف بأسره. وتأملته لوسي وتبينت من ملامح وجهه أمارات الإرهاق المضني التي جعلته أكبر من سنه بكثير، واستمعت إليه يقول: بحسب ما أرى لم يعد ثمة خطر يتهدد حياتهم، ولعلهم بخير الآن، ولكن كيف حدث هذا؟ إن هذا هو ما أريد أن أعرفه، من الذي قام بإعداد طعام العشاء؟ أنا. وما هي ألوانه تفصيلا؟ حساء عيش الغراب ودجاج بالأرز والكاري وتليوب وزعتر بكبد الدجاج في دير الخنزير. حسن، لنبدأ من جديد. هل كان الحساء من المعلبات؟ كلا، كان طازجا من صنعي، عيش غراب ومرق دجاج ولبن وقليل من الزبد والدقيق وعصير الليمون. لقد حسبت أن حساء عش الغراب هو السبب. كلا، قد تناولت من هذا الحساء قدرا لا بأس به، وها أنا ذا في خير حال. أجل، سأضع هذا في اعتباري. هل تعني؟ لست أعني شيئا مما يدور بخلدك، إني أعرف كل شيء عنك بمجرد التحقت بالعمل هنا. ولماذا فعلت ذلك؟ لأني قد أخذت على عاتقي التعرف على حقيقة كل من يفد على هذا القصر ويستقر به. إنك فتاة تسعى لكسب عيشها، ولم تكن لها علاقة سابقة بآل كراكنثورب، بمعنى أنك لم يسبق لك إن كنت صديقة لأي من سيدريك أو هارولد أو ألفريد، مما يستتبع قيامك بأي عمل قذر خدمة لأي منهم. هل تعتقد حقا؟ إن ثمة الكثير مما أنا مقتنع به، غير أنني أحب دائما أن أتوخى الحذر، وهذا هو شأن الأطباء. والآن فلنعد لما بدأناه، دجاج بالكاري، هل أكلت منه؟ كلا، لقد تذوقته فقط، لم أتناول من الطعام سوى الحساء والسلبوب. وكيف قدمت السلبوب؟ في كؤوس مفردة. وهل قمت بتنظيفها؟ قمت بتنظيف جميع الأواني والصحاف.
يبدو أنك أسرعت بذلك بعض الشيء. هذا ما تحققته بعد ما حدث من تطورات. ألا يوجد لديك بقايا من هذه الأطعمة؟ يوجد قليل من الكاري وقليل من الحساء أيضا. إذن فسأحمل معي هذه البقايا. وماذا عن المخللات؟ ألم يكن فوق المائدة شيئا منها؟ بلى، كانت في متناول يدهم جميعا. إذن فسأضيف إلى مجموعتي قليلا منها. ونهض قائلا لأذهب لإلقاء نظرة عليهم، وبعد ذلك أترك لك أمر العناية بهم جميعا ومراقبتهم جميعا، وسأعمل على استخدام ممرضة أزودها بجميع التوجيهات على أن تكون هنا قبل الساعة 8. فسألته لوسي: بودي لو صرحتني بجلية الأمر، هل ترى أن التسمم نتيجة لما تناولته الأسرة من طعام، أم هو سم مدسوس؟ قلت لك أن على الأطباء أن يجزموا بناء على ما يجتمع لديهم من أدلة حسية، فإذا ما كانت نتيجة التحاليل إيجابية كان لنا شأن آخر، وإلا وإلا؟ ووضع الطبيب يده فوق كتفها قائلا: عليك بالعناية باثنين منهما، وبالذات إيما التي لا أسمح بأن ينالها مكروه. وتهدج صوته بما ينفعل به من مشاعر لم تكن خافية على لوسي، واستطرد قائلا: إنها لم تبدأ حياتها بعد، إن إيما كنز لا يعوض، وهي تعني الكثير لي. إنني لم يسبق لي أن صارحتها بذلك، ولكني سأصارحها به قريبا. عليك العناية بإيما، ثم عليك العناية بالرجل الشيخ، ولست أزعم أن هذا يرجع إلى أنه مريض بقدر ما يرجع إلى أنني لن أدعه لقمة سائغة لمن يريد هلاكه من أبنائه أو لهم مجتمعين، لأنهم يريدون الاستيلاء على ماله. وربقها بنظرة لها معناها، ثم قال: لقد تحدثت إليك بصراحة، وعليك أن تطبقي فمك بينما تقومين بفتح عينيك. قال المفتش بيكون وقد أذهلته المفاجأة: زرنيخ، أجل في الكاري، وإليك ما تبقى منه لتسلمه إلى زميلك الذي قد يحب أن يقوم من ناحيته بالتحقق من هذا. لقد قمت بتحليل كمية صغيرة منه، وكانت النتيجة مما لا يدع مجالا للشك. فقال المفتش بيكون: إذن فثمة من هو جاد في دس السم. فعقب الطبيب باقتضاب: هذا ما يبدو. وكلهم قد تأثروا به فيما عدا مس إلزبارو؟ فأجاب الطبيب: أجل باستثناء مس إلزبارو، ولكن الأمر يبدو مثيرا للظن. ماذا يمكن أن يكون لديها من دافع؟ فقال المفتش: قد يكون الدافع هو الجنون، إن هذا الطراز من الناس يبدو متزنا لا يشوب سلوكه شيء، ولا ينحرف عن جادة الصواب إلا في مثل هذه الحالات. إن مس إلزبارو في كامل قواها العقلية، وأؤكد لك كطبيب أن مس إلزبارو لا تقل عنك أو عني اتزانا. فإذا ما كانت مس إلزبارو قد عمدت إلى دس السم في طعام الأسرة، فقد فعلت هذا لسبب ما، علاوة على إذا ما سلمنا بأنها تقدم على شيء من هذا القبيل، فإنها من الفطنة بحيث تحرص على أن تتأثر بما تأثر به، وكانت بفضل ذكائها تتناول من الطعام القدر الذي لا تخاطر به مع تجسيم ما يبدو عليها من عوارض. فقال المفتش: وهكذا يختلط الأمر عليك؟ فأجابه الطبيب: تماما، إن التسمم من الحالات التي لا يمكن تعيين القدر الذي تعطاه المجني عليه ما دام على قيد الحياة، أما إذا توفي فيمكن تقدير الكمية التي دست عليه بصفة محددة. وبناء على هذا يمكن أن يكون هناك بين أفراد الأسرة من يدعي بأكثر مما يشعر به من أعراض حتى لا يثير من حوله الشكوك. ماذا ترى في وجهة النظر هذه؟ لقد تبادر هذا إلى ذهني، وهذا ما حد بي إلى إبلاغك بالأمر، وها أنا أدعه بين يديك. لقد عهدت لإحدى الممرضات بالقيام على رعاية المرضى، وإن كانت لا تستطيع أن تكون في أكثر من مكان في وقت واحد، وأرى من الناحية الطبية
أن أحدا منهم لم يتناول القدر الكافي الذي يسبب الوفاة. فسأله المفتش: ترى هل كان ذلك على سبيل الخطأ؟ فرد الطبيب: كلا، يبدو لي أن الفاعل قد تحرى أن يدس السم في الكاري، ما يكفي لظهور أعراض التسمم فقط، على أن يرجع هذا إلى حساء عش الغراب كما يحدث غالبا، ثم يحدث أن تسوء حالة أحدهم فيقضي نحبه على أنه لم يحتمل ما احتمله غيره. فسأله المفتش: ولن يكون هذا طبعا إلا بجرعة أخرى تدس له، ومن أجل هذا أسرعت بإبلاغ الأمر إليك، وعاهدت إلى الممرضة بالسهر على المرضى. وهل أحيطت علما بموضوع الزرنيخ؟ بكل تأكيد، هي ومس إلزبارو، ولست أحب التدخل في عملك، غير أنني لو كنت مكانك لذهبت توا إليهم وصارحتهم بما تعرضوا له نتيجة لدس الزرنيخ في طعامهم، وقد يكون في ذلك ما يفزع القاتل ويصده عن المضي في تنفيذ خطته. ودق الهاتف الموجود فوق مكتب المفتش، ورفع السماعة قائلا: حسن، دعها تتصل بي. ثم اتجه بالحديث إلى كيمبر: إنها الممرضة التي عاهدت إليها برعاية المرضى. ثم واصل حديثه التليفوني: هلو، هناك نكبة خطيرة؟ أجل، الدكتور كيمبر معي الآن، هل ترغبين في الاتصال به؟ ومد يده بسماعة التليفون إلى الطبيب. كيمبر معك؟ فهمت. أجل، تماما. أجل، واصلي عملك، إننا في الطريق إليك. وأعاد السماعة إلى مكانها، ثم استدار إلى المفتش بيكون الذي سأله قائلا: من هو؟ ألفريد، لقد قضى نحبه. ودوى صوت كرادوك في التليفون قائلا غير مصدق: ألفريد. وأبعد المفتش بيكون السماعة عن أذنه قائلا: لم تكن تتوقع هذا؟ كلا، وعلى العكس، لقد كنت أضعه في رأس قائمة المتهمين. لقد سمعت بواقعة تعرف المحصل علي، وقد خيل إلي أنا الآخر أننا وضعنا يدنا على رجلنا، ولكننا كنا أبعد ما نكون عن الحقيقة. فليكن، كان في القصر ممرضة عهد إليها برعاية المرضى والسهر عليهم، فكيف وقع ذلك في وجودها؟ لا يوجد منفذ لألومها، فقد كانت مس إلزبارو تعاونها في مهمتها، ثم استأذنت منها لتنال قسطا يسيرا من الراحة، وأصبحت الممرضة وحدها مسؤولة عن رعاية 5 من المصابين: الرجل العجوز وإيما وسيدريك وهارولد وألفريد، ولا يمكن أن تكون في أكثر من جهة في وقت واحد. ويقال إن كلاكنثورب الأب كانت قد ساءت حالته بعض الشيء، فأسرعت إليه الممرضة تقوم على خدمته، ثم عادت إلى ألفريد بقليل من الشاي الممزوج بالجلوكوز، وما إن أفرغ القدح في جوفه حتى انتهى أمره. زرنيخ ثانية؟ هذا ما يبدو، ويمكن أن يرجع سوء حالته إلى أنه نكسة حادة، وإن كان كيمبر يرى غير هذا ويوافقه في الرأي الدكتور جونسون. هل كان ألفريد هو المقصود بأن يكون الضحية الثانية؟ أدرك ما تعني، إن موت ألفريد لن يفيد أحدا، ربما كان ذلك على سبيل الخطأ، بمعنى أن يكون الفاعل قد طاش سهمه، ولماذا لا يكون الهدف هو كراكنثورب الأب؟ هل ثبت من القرائن ما يرجح هذا الاحتمال؟ فقال بيكون: كلا بكل تأكيد، وقد قامت الممرضة بتنظيف القدح، وهذا يعني بالتالي أن أحد المرضى لم تكن حالته بالسوء الذي بدأ به، فانتهز الفرصة وأقدم على فعلته. ومهما يكن من أمر، فقد عهدت إلى ممرضة أخرى بالاشتراك مع الأولى في العمل، ولقد أرسلت 2 من رجالي للحراسة، هل سنراك؟ فرد المفتش: بأسرع مما تقدر. تقدمت لوسي إلزبارو عبر البهوي لاستقبال المفتش كرادوك، وكانت شاحبة الوجه متخاذلة، فقال لها: لقد اجتزنا أوقاتا عصيبة.
فأجابته لوسي: إننا نعيش في كابوس، لقد خيل إلي أنهم جميعا سيقضون نحبهم. فسألها: وماذا عن الكاري؟ وهل اتضح أنه الكاري؟ أجل، على طريقة آل بورجيا. إذا ما كان هذا صحيحا فلا بد وأن يكون من قام بدس السم هو أحد أفراد الأسرة. ألا يوجد احتمال آخر؟ كلا، لأنني قمت بإعداده وقد بدأت في ذلك بعد الساعة 6 بناء على طلب مستر كراكنثورب العجوز، وكان علي أن أفتح علبة جديدة بنفسي. وأعتقد أن الفهل قد وقع اختياره على الكاري لأن مذاقه من شأنه أن يفقد الطعم تذوق مادة الزرنيخ. ليس للزرنيخ طعم، والآن فلنتحدث عن الفرصة المواتية. من عساه أن يكون قد أتيحت له الفرصة للعبث بالكاري أثناء طهوه؟ وأطرقت لوسي قليلا قبل أن تقول: في الواقع إن أيا منهم كان في وسعه أن يتسلل إلى المطبخ أثناء قيامي بإعداد المائدة في قاعة الطعام. فهمت، والآن من كان موجودا بالمنزل؟ كراكنثورب الأب، إيما أم سيدريك؟ وهارولد وألفريد اللذان قدما من لندن بعد الظهر، وبراين أستلي، ولكنه غادرنا منصرفا قبل العشاء، كان لديه موعد في براكهامبتون. وبعد أن استغرق كرادوك قليلا في تفكير عميق قال لها: إن لهذا الحادث صلة بمرض كراكنثورب الأب في عيد الميلاد. لقد كان الطبيب يشك في أن مرضه كان نتيجة لتسمم الزرنيخ. هل كان مستوى حالتهم المرضية واحدا؟ أظن أن مستر كراكنثورب العجوز كان أسوأهم حالا، وكان الدكتور كامبر جد قلق عليه، إنه طبيب ممتاز، وكان سيدريك أحسنهم حالا، وهذا شأن كل من كان قوي البنية. وماذا عن إيما؟ كانت حالتها سيئة. ولماذا كان ألفريد هو الضحية بالذات؟ لم أستطع أن أتبين سببا لذلك. لو استطعت أن أعرف الدافع لهذا الأمر لا أصبح أقل تعقيدا، ولكن كيف نربط بين الدافع في الجريمتين؟ مقتل من يقال بأنها كانت أرملة إدموند كراكنثورب مارتن، ودس السم بالقدر الكافي لقتل ألفريد. ومهما يكن من أمر فإن الفاعل لم يخرج عن أن يكون أحد أفراد هذه الأسرة. بصرف النظر عن عجزنا الاهتداء إلى الدافع، ربما كان الفاعل مجنونا يستمرئ القتل لغير سبب وبغير دافع يحفزه إلى مقارفة جرمه. فلتلزم جانب الحذر، يوجد في هذا المنزل قاتل بالسم، مع العلم بأن أحد مرضاك ليس بالحالة السيئة التي يتظاهر بها. وبعد انصراف كرادوك ارتقت لوسي الدرجة إلى الطابق العلوي مطرقة الرأس تحاول أن تجد لما يدور حولها حلا، وسمعت الصوت المتغطرس الذي أضعف من صلفه المرض يناديها بينما كانت تجتاز الردهة أمام غرفة العجوز. أنت أيتها الفتاة، تعالي إلى هنا. ودلفت لوسي إلى الغرفة. كان مستر كراكنثورب مضطجعا في فراشه، وحوله عدد من الوسادات، وكان يبدو منشرح الصدر. فقال لها: أين الجميع؟ إنهن حريصات على أن يجعلن لوجودهن أهمية بما يبالغن فيه من دأب على إصدار الأوامر وعدم الاستجابة لمطالبي. قولي لإيما أن تطردهن، حسبي أن تقومي أنت على خدمتي. لست وحدك المريض في هذا المنزل، وليس في وسعي أن أقوم على خدمتكم جميعا. إنه عش الغراب، ألا لعنة الله على حساء عش الغراب؟ لا ذنب لحساء عش الغراب فيما نزل بكم. إنني لا أحاول بهذا أن ألقي باللوم عليك، هذا ما حدث للكثيرين من هذه الفطريات. إنني أعرف أنك فتاة لا غبار عليك. كيف حالي إيما؟ إنها أحسن حالا اليوم. وهارولد؟ هو الآخر أحسن حالا. وما هذا الذي يقال عن موت ألفريد؟ لم يكن من المفروض أن يقول لك أحد شيئا من هذا القبيل. فضحك مستر كراكنثورب
ضحك وفي صوته رنة سرور وهو يقول: إن كل شيء يبلغ سمعي، لا يمكن إخفاء أي شيء عن الرجل العجوز، وهذا ما يحاولونه. إذن فألفريد قد مات، إنه لن يثقل علي بعد ذلك بمطالبه. لقد كانوا جميعا يترقبون موتي، وألفريد بالذات، وها هو يرحل عن الدنيا قبلي. يا لسخرية القدر. لا يفترض بك أن تقول هذا. وعاد الرجل ليضحك قليلا. سيمتد بي العمر لما بعدهم جميعا، وسترين هذا بنفسك. وعادت لوسي إلى غرفتها واستغرقت في تفكير عميق. قال الدكتور موريس متهدجا: لست أدري لماذا تريد أن تحضر لزيارتي. فأجابه المفتش كرادوك: لأن لك معرفة قديمة بأسرة كلاكنثورب. أجل إنني أعرفهم جيدا. أعرف الرجل الكبير مؤسس الأسرة، وقد كان رجلا صعب المراز، مفرط الذكاء، جمع ثروة طائلة. وهكذا أعرت أذنيك لهذا الأحمق كيمبر. يا لهؤلاء الأطباء الشبان، هؤلاء الذين تتملك منهم آراء شاذة. لقد خيل إليه أن بعضهم يحاول دس السم لكلاكنثورب العجوز. هراء، يا لها من تمثيلية، ويا له من خاطر. أنا أعرف أنه كان يصاب أحيانا بنزلات معوية، وكنت أتولى رعايته صحيا. إن الدكتور كيمبر يرجح العكس. فقال موريس: إن اليقين هو ما يجب أن يتحلى به الأطباء. لقد كنت ممن يستطيعون الجزم بوجود الزرنيخ في طعام المصاب إذا ما عرض علي. فقال كرادوك: إن كثير من الأطباء ليست له القدرة على ذلك، ولقد حدث في كثير من القضايا أن توفي المجني عليه وتم دفنه بتصريح الأطباء دون أن يتبينوا شيئا غير عادي من الكشف الظاهري، ثم اتضح فيما بعد أن الوفاة كانت ناتجة عن التسمم بالزرنيخ. فقال الدكتور موريس: بمعنى أن الطبيب قد يخطئ أحيانا، ولكنني لم أكن من هذا الطراز من الأطباء. دعنا من هذا، ترى في من كان كيمبر يشك أنه الفاعل لو صح ما ظنه؟ هذا ما لم يعرفه أو يستطيع إماطة اللسام عنه. لقد كان قلقا لا يستقر على قرار، وإنك لتعرف قبل كل شيء أن في الأسرة ميراثا ضخما. فأجاب الطبيب: أجل ميراث سيؤول إليهم بوفاة الأب، وهم آل كلاكنثورب. هل يوجد من أفراد الأسرة من يحتمل، ولكنه لا يعني أنهم يلجؤون إلى ارتكاب جريمة القتل. ومهما يكن من أمر مما يقال، فلست ممن يقتنعون بشيء على غير أساس مكين، وهذا الأساس موجودا فيما اكتشف من زرنيخ في بقايا الطعام. وينتقل بنا هذا من الشك إلى اليقين، وهذا ما لم يتحقق لي في المرات السابقة، أو ما لم يتبادر إلى ذهني. لاستبعادي وجود من يعمد إلى دس الزرنيخ في طعام الرجل. قال المفتش: إن ما يعوزني حقا هو أن أستزيد من معلوماتي عن آل كلاكنثورب. هل يوجد من أفراد الأسرة من يحتمل أن به مسا من الجن؟ فحدجه الطبيب بنظرة حادة وهو يقول: أها، أجل، لقد فهمت ما يتجه إليه تفكيرك. حسن، لقد كان كلاكنثورب الجد كامل العقل، أما زوجته فكانت عصبية المزاج، تميل إلى الانقباض، وقد قضت نحبها بعد موت ابنها لوثر. وأظن أن لوثر قد ورث عن والدته شيئا من الخفة وعدم الاستقرار، ولم يكن لوثر الابن على وفاق مع والده. لقد كان على طرفي نقيض، وانتقل هذا الشعور من الجفاء بين الأب والابن بالنسبة لأولاده. ومن هنا كانت هذه الكراهية التي تلمسها بين لوثر كلاكنثورب وبين أبنائه الذكور، تأثرا بما كان بينه وبين والده كلاكنثورب الجد. وهذا لا ينطبق على ابنتيه إيما وإيدي ابنته المتوفاة، إذ كان يحبهما كثيرا. وقد ضاعف من كراهيته لأولاده اعتقاده بأنهم يترقبون موته ليرثوا أمواله وليؤول إليهم ميراث جدهم وممتلكاته التي نص على حرمان والدهم حق التصرف فيها، وجعل منه حارسا عليها يقوم على حراستها إلى أن تؤول إليهم من بعده،
وقد ضاعف هذا النص من حنقه عليهم لأنه يرى فيه مذلة له. فقال المفتش: وهذا هو السبب فيما يردده من أن الحياة ستمتد به إلى ما بعده. وبهذه المناسبة لمن يصيب مدخرته التي بلغت هي الأخرى مبلغا لا يستهان به. الله وحده يعلم إنه لا ينفق من دخله سوى أقله. ربما يكون قد أوصى بثروته الخاصة لإيما، وربما يكون قد أوصى به لحفيده ألكساندر. سمعت أنه محبب إلى قلبي، لأن ألكساندر هو ولد ابنته وليس ولدا لأحد أبنائه، علاوة على أنه يحب برايان إستلاي زوج ابنته إيدي. وإن معرفتي ببرايان معرفة سطحية لا تتيح لي أن أحكم عليه حكما صحيحا. لقد انقضت فترة طويلة لم أتردد فيها على الأسرة. أليس لك رأي خاص في أفراد الأسرة بقدر ما تعرف عنه؟ أعرف عن سيدريك أنه شاذ الطباع ثائرا على كل الأوضاع، وعن هارولد أنه متزمت جاف الخلق صعب المراس. أما ألفريد فهو خروف الأسرة السوداء كما يقولون، ولم يكن على خلق قويم، ومهما يكن من أمر فللموتى حرمتهم. قال المفتش: وماذا عن إيما؟ فأجابه الطبيب: فتاة وديعة لطيفة المعشر، لها آراؤها الخاصة، منطوية على نفسها، إن لها شخصيتها أكثر مما قد نراه عليها. هل كنت تعرف إدموند ابن الأسرة الذي لقى حتفه في الحرب؟ أجل، لقد كان أحسنهم جميعا، شاب طيب القلب، مرح لطيف المعشر، ممتاز الخلق. أظن أنني أذكر شيئا من هذا القبيل، إنني لا أذكر التفصيلات لبعد الزمن. هل لقى مزرعه في أوائل الحرب؟ أجل، هذا ما أرجحه. وبهذه المناسبة أذكر أنني قرأت في الصحف شيئا عن جثة امرأة عثر بها في تابوت بقصر روذرفورد هول. هكذا؟ إن هذا ليبدو من الأحداث غير العادية، إنها أقرب بالقصص منها بما يحدث في الواقع. ولكن ترى من الذي كان يبغي إزهاق روح هذه المرأة البائسة؟ وكيف نربط بين هذه الجريمة وبين حادث التسمم في أسرة كراكنثورب؟ قال المفتش: قال الطبيب: إنه لأحمق مأفون، إنه سيؤدي عما يؤول إليه ضريبة تركات لا تبقي له أكثر مما كان سيؤول إليه من نصيب فرد. إن عشر غراب من الأطعمة التي لا أستسيغها. هذا ما كانت تردده ميسيس كيدر غير مرة في الأيام القليلة الماضية، وكانت لوسي تستمع إليها ولا تعقب بشيء. وقد استطردت ميسيس كيدر قائلة: إنه طعام غير مأمون، كان من الممكن أن يقع للجميع ما وقع لألفريد، لقد كنت حسنة الحظ. فقالت لوسي: لم يكن عش الغراب هو سبب فيما نزل بالأسرة. لا تصدقي هذا، إنه طعام خطر، يكفي أن يندس بينه فطر فاسد فيسفر عن تناول حساء مسموم مثل ما حدث. عجبي لهذا التواتر بين الأحداث، لم تنقضي أيام على مقتل هذه الفتاة التي وجدت جثتها بالتابوت حتى يصاب مستر ألفريد بتسمم مميت. ترى من سيكون الضحية التالية؟ وودت لوسي هي الأخرى لو أنها عرفت الإجابة على تساؤل ميسيس كيدر التي استطردت تقول: لم يعد زوجي يوافق على عملي هنا، غير أنني أشفق على ميس إيما التي تحسن معاملتي وتعول علي في كثير من الأمور، كما أنني لا أريد أن أتخلف عن عملي وألقي بالعبء كله على عاتقك في هذه الأيام التي لا يخلو فيها البيت من الضيوف. وشكرت لها لوسي مجاملتها الرقيقة، وكانت في تلك اللحظة تعد ما تحمله إلى كل من المصابين على انفراد. فقالت ميسيس كيدر مستطردة: ولقد ضاعف من أعبائك حادث التسمم الأخير
وهؤلاء الممرضات التي لا يفعلن شيئا سوى طلب المزيد من أقضاح الشاي. إنني أشفق عليك من هذه الأعباء. فقالت لوسي: إنني مقدرة لك مشاعرك ومعاونتك لي. وأصر ميسيس جيدر أن تسمع لهذا الإطراء من لوسي التي أسرعت بما تحمل من طعام فرغت من إعداده، وبادرها مستر كراكنثورب الذي كان أول من أقبلت عليه. قال محتجا: ماذا تحملين؟ كاسترد و... إليك بهذا عني، لقد قلت لتلك الممرضة أنني أريد بفتيكا. يرى الدكتور كامبر أنه لم يأن الأوان بعد لهذا اللون من الطعام. إنني بخير وسأنهض من فراشي غدا، كيف حال الآخرين؟ مستر هارولد بخير، إنه سيعود غدا إلى لندن. إلى حيث ألقت. وماذا عن سيدريك؟ هل سيعود هو الآخر غدا إلى جزيرته؟ كلا، لأن حالته لا تسمح بذلك. يا للأسف، لماذا لم تحضر لزيارتي؟ لأنها ما زالت ملازمة للفراش. فأجابها صاخرا: إن النساء دائما هكذا مرفهات، أما أنت فلست من طرازهن، إنك لا تجدين فسحة من الوقت للراحة. إنني قد نسيت ما سبق أن تحدثت به إليك، إنك ستتحققين من هذا في يوم من الأيام. إن إيما لن تظل معرضة عن الزواج، ولا تصدقي ما يقال لك بأني رجل قبيح عجوز. إني أدخر نقودي ليوم يطيب لي أن أنفقها فيه كما يروق لي وعلى من أشاء. ورمقها بعينين تفيضان ولها وحبا، وأسرعت لوسي تغادر الغرفة وهي لا تلوي على شيء، وحملت الصينية الثانية إلى إيما التي استقبلتها قائلة: شكرا لوسي، إنني أشعر بتحسن كبير كما أشعر بالجوع، وهي دلالة طيبة أليس كذلك؟ إنني أشعر بالأسى لأنك لا تجدين فسحة من الوقت لزيارة ميس ماربل. أعتقد أنه لم يتسنى لك زيارتها هذه الأيام. لا بأس، إنها خير من يقدر ظروفنا. ألم تتصلي بها تليفونيا؟ كلا. ولماذا لا تتصلين بها يوميا؟ إن التقدم في السن له اعتباراته الحساسة. إن رقتك لا تجرى. وأنبه ضميرها وهي في طريقها لإحضار الصينية الثالثة. لقد ألهتها الأحداث عن التفكير في أي شيء آخر، وعقدت العزم على الاتصال بميس ماربل تليفونيا بمجرد أن تحمل إلى سيدريك طعامه. ولم يكن بالمنزل في تلك الساعة سوى ممرضة واحدة بادلتها التحية أثناء لقائها بها بالطابق الأرضي. رأت سيدريك جالسا في فراشه في أحسن حال عاكفا على الكتابة، فاستقبلها قائلا: مرحبا لوسي، ترى ماذا تحملين إلي من طعام؟ ليتكم تتخلصون من هذه الممرضة الثقيلة الظل. وراح يحكي لها كيف توجه إليه الكلام، وكيف تتحرك، وكيف تسأله عن حاله. فقالت له لوسي: إنك تبدو منشرح الصدر، ماذا تكتب؟ خطط ومشروعات لهذا القصر بعد رحيل رب الأسرة. إننا لنا ضيعة لها قدرها، ولم يستقر رأيي بعد على ما إذا كنت أقوم باستغلالها أو أقوم ببيعها. إن الأرض تصلح للأغراض الصناعية، كما يمكن شغل القصر بمدرسة أو بدار حضانة. إنني لفي حيرة من أمري، ماذا ترين؟ فأجابته: إن الضيعة لم تصبح لك بعد، ولكني سأمتلكها في يوم ما. إنها ستؤول إلي برمتها، ولن تقسم إلى أنصبة مجزأة كغيرها. إنها تمثل رأس مال محترم، فكري في ذلك. فسألته: لقد فهمت أنك ممن لا يأبهون بالمال. إن المال لا يعنيني ما دام بعيدا عن متناول يدي، وهذا خير ما يمكن أن يتحلى به المرء من صفات. ما أروع حسنك! أم تراني أعتقد هذا لأنني لم أرى من النساء الجميلات الكثيرات طوال فترة إقامتي في الخارج؟ أرجح ذلك. هل لازلت عاكفة على رعاية الكل والقيام على خدمتهم؟ فأجابته قائلة: هذا من واجبي. فسألها:
هل تم تحقيق وفاة ألفريد؟ كلا، لقد تأجل. لكن رجال الشرطة في حيرة من أمرهم، هذا يدير الرؤوس فعلا. يحسن بك أن تتوخي الحذر يا فتاتي. وهذا ما أضعه نصب عيني فعلا. هل عاد ألكسندر إلى مدرسته؟ أعتقد أنه لا زال مقيما مع آل ستيدرت ويست، وأظن أن المدرسة ستفتح أبوابها بعد غد. وقبل أن تتناول غذائها اتصلت لوسي تليفونيا بمس ماربل. إني جد آسفة لعدم استطاعتي زيارتك في هذه الأيام. وماذا ننتظر؟ عودة إليزابيث جليكوتي من زيلان. لقد كتبت لها بضرورة العودة إلى الوطن فورا، وقلت لها أن هذا واجب عليها. أرجو ألا يستبد بك القلق. صبرا. هل ترين؟ إنه ستقع جرائم أخرى. أرجو ألا يستجد شيئا من هذا القبيل. من يدري، إن الإنسان لا يعلم الغيب، أليس كذلك؟ إن الانحراف لا مقاومة له، إنه نفعة خطيرة. أو الجنون؟ هذا ما يقولونه تبريرا لجرم الانحراف، ولكنني لا أقر هذا الرأي. وانتهت المحادثة التليفونية وعادت لوسي إلى المطبخ استعدادا لتناول طعام غدائها، ووجدت أن ميسيس كيدر تتأهب للانصراف، فقالت للوسي: أرجو أن أراك بخير. بكل تأكيد ستراني بخير. وابتسمت لوسي وحملت طعامها إلى غرفة المكتب الصغيرة، وما كادت تفرغ من طعامها حتى فتح الباب وأقبل برايان ستلاي، فقالت له: أهلا، لم أتوقع مجيئك. هذا ما كان مفروضا. كيف حالكم جميعا؟ أحسن، سيعود هارولد إلى لندن غدا. ماذا ترين فيما حدث؟ هل تصدقين قصة الزرنيخ؟ لقد ثبت ذلك بصفة قاطعة. ألم تنشر الصحف شيئا عن هذا الحادث بعد؟ كلا، أعتقد أن الشرطة رأت عدم إذاعة شيء من الحادث مؤقتا لمصلحة التحقيق. إن ثمة من يريد شرا بالأسرة، ترى من عساه أن يكون هذا الشخص؟ وتأملها برايان قبل أن يقول لها: ولكنك لست ممن يقومون على هذا. إني أعني من عساه أن يكون هذا الشخص الذي عبث بالطعام عن عمد، الشخص الذي يتوفر لديه الدافع. لقد قمت بإعداد الطعام وحملته بنفسي إلى المائدة التي كان يجلس إليها خمستهم. هذا ما اعتزمته. أرجو ألا أكون مصدر إزعاج. كلا البتة. لا عمل لي في هذه الأيام، وقد ضقت ذرعا بوضعي هذا. هل توافقين على إقامتي لفترة ما؟ لست من يملك الموافقة من عدمها، إن إيما من تملك هذا. إن إيما فتاة رقيقة حساسة ترحب بي دائما. إنها بطلة، بطلة لأنها تطيق الحياة هنا راضية، وتقوم بواجبها نحو الرجل الشيخ بإخلاص وعن طيب خاطر. وإني لأشفق عليها من هذه الحياة ومن بقائها إلى اليوم بدون زواج. أظن أنها قد فاتها القطار. لا أعتقد، لست من رأيك، إنها لم تبلغ بعد هذه المرحلة. ربما قد تتزوج من أحد رجال الدين، إنها ستكون خير زوجة لمثل هذا الرجل. ونهضت لوسي تجمع بقايا طعامها، فقال لها برايان: سأتولى هذا عنك. وغادر الغرفة إلى المطبخ وعرض عليها أن يساعدها في عملها قائلا: إني أحب هذا المكان وأحب هذا البيت، وإن كان من طراز قديم، إني أحب أراضيه الشاسعة وقاعاته الفسيحة. وشرع يعاونها في تنظيف الأواني والصحاف، واستطرد في حديثه عن القصر والضيعة قائلا: إنه سيؤول إلى سيدريك، وسيدريك ليس بالرجل الذي يقدر هذا القصر، وسيدريك ليس بالرجل الذي يقدر هذا القصر حق قدره. إنه سيقوم ببيعه ثم يغادر البلاد إلى الخارج حيث تحلو له الإقامة، وهارولد هو الآخر لا يحب هذا القصر، وليس من شأنه أنه أكبر من أن تقيم فيه إيما بمفردها. فإذا ما قدر أن يكون هذا القصر من نصيب ألكسندر، فإننا سنسعد بالإقامة فيه كخير ما يكون أب وابن. وبديهي أن هذا القصر سيكون بحاجة ماسة إلى سيدة
تبعث البهجة في أرجائه الموحشة، وتطلع إلى لوسي مليا ثم تابع قائلا: ليس من جدوى في مثل هذا الحديث، إن الأمل في أن يصبح هذا القصر من نصيب ألكسندر يعني تمني الموت لجميع أفراد الأسرة، وهو من الأمور المستبعدة. ثم لا تنسى الرجل العجوز الذي قد يمتد به العمر إلى عمر 100، أظن أنه لم يحزن كما يجب لموت ولده ألفريد. كلا البتة، يا له من شيطان عجوز.